السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. الاتحاد المصري لكرة القدم أخيرا إن شاء الله ربنا ما يجيبش شر، وبإذن الله يوم 5 يناير هنشوف بإذن الله رئيس جديد للاتحاد المصري لكرة القدم، رئيس منتخب بأصوات الجمعية العمومية، مش راجل جاي من الفيفا بصوت واحد وهو صوت هاني أبو ريدة. الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن النهاردة عن فتح باب الترشح للانتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم بعد غد، يعني خلاص احنا بقينا الاثنين النهاردة، يعني غدا الثلاثاء وهيتم فتح باب الترشح لحد يوم 20 ديسمبر، والانتخابات هتقام بإذن الله يوم 5 يناير، قولوا إن شاء الله. التقارير التونسية، بعض التقارير التونسية وجريدة الشروق التونسية ومواقع الخاصة بها اتكلموا عن مفاوضات مبدئية من نادي الزمالك لعودة فرجاني ساسي مرة أخرى. فرجاني ساسي بعد ما اشتكى نادي الزمالك في الفيفا عشان مستحقاته بيتكلموا على ان في مفاوضات. ما تستغربش حبيبي، كل شيء وارد في نادي الزمالك، زي ما باتشيكو الهارب راجع، كارتيروني الهارب راجع، مش بعيد فرجاني ساسي يبقى مع شوك الجماهير، وخالد غندور بعد ما يقول لا او نطلع بالمعروف يقول له اهلا تعالى خش في حضن اخوك يا ساسي. لكن مرتضى منصور رد على هذه القصه، قال لك احنا في زفت ولا في شم ورد؟ ازاي يا عم مرتضى؟ قال لك احنا القيد واقف، واحنا عندنا فلوس، واحنا عندنا وقت نتكلم مع فرجاني، احنا نروح نكلم الفيفا ولا نكلم فرجاني ولا نكلم مارتيميو البرتغالي ولا لشبونه؟ انتوا عايزين مننا ايه بالظبط يا اولاد اللي عايزين امان واجيب فلوس من اللي فرجاني الجماهير عماله فاتحه حساب عليه؟ نعمل مفيش الكلام ده، ولا الحاج ولا فرجاني ولا بتاع، احنا عارفين نجدد بن شرط يعني. فمرتضى منصور بينفي هذا الكلام جمله وتفصيلا، قال لك احنا في ايه ولا في ايه؟ هتعاقد مع فرجاني اعمل بو ايه؟ هو في فلوس؟ تعاقد مع فرجاني هو في قيد من الاساس يعني؟ كان في بعض التقارير الاخباريه طلعت منذ ساعات ان علي معلول مش هيلعب مباراه تونس، وقلنا الحمد لله رب العالمين اكرم هيواجه علي معلول، وفي النهايه الاهلي هو خسران لا قدر الله، ده اتصاب. فبعض التقارير طلعت بعد كده ان علي معلول جاهز وانتظم في تدريبات منتخب تونس، هتبقى مواجهة قوية، وإن شاء الله نتمنى التوفيق للكابتن أكرم توفيق لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر إن شاء الله، والاثنين يطلعوا حلوين جمال كده مفيش مشاكل بإذن الله. ده بالنسبة للخبر الخاص بمنتخب تونس ومنتخب مصري ومرتضى منصور واحنا في زفت ولا شم ورد في نادي الزمالك. اون تايم سبورت، اعتقد ان الانسب ان احنا نطلق عليها يعني، او هي ماشيه دلوقتي في الموسم ده في التوقيت الشتوي ده، احنا اسره مع بعضينا. اون تايم سبورت على نظام احنا اسره مع بعضينا. ليه بقول الكلام ده؟ لان خالد الغندور هو وزوجته طالعين يعملوا برنامج، له برنامج لوحده، وبعدين بيطلع الساعه 8 مساء هو وزوجته يعملوا برنامج، كابتن شوبير له برنامج لوحده غير البرنامج اللي على التلفزيون، طلع هيعمل برنامج هو وبنته بقى، يعني خالد الغندور هو وزوجته، فخالد الغندور هو وبنته، طب ومين هي؟ طب مين تاني اللي هيطلع بقى؟ طب ايه تاني؟ هو في حد مثلا يطلع هو وامه مثلا على اون تايم سبورت؟ مع احترامنا لشوبير وبنته، الامور كلها بقت علاقات ومش كفاءات، والدنيا فيها ايه يا اخوانا؟ ياه، طب ما تقولوا ان انتوا كفاءه والعالم كله بقى ما يبقاش عنده طموح ولا حد ممكن يوصل، اللي يا ابن ابراهيم عيسى اخوه اللي بيشغل اخوه بالعافيه شادي عيسى، ولا خالد الغندور مع زوجته، ولا شوبير وسلمى شوبير، كل التوفيق ليهم يا سيدي بقى، ادعي لهم بصلاح الحال والتوفيق والسداد. هنعمل ايه بقى احنا يا اخوان؟ المهم كابتن سيد عبد الحفيظ بعد خروج المنتخب المغربي بالامس، المنتخب المغربي خرج بضربات الجزاء الترجيحيه زي ما حضراتكم تابعتم بالامس، وسلطان بدر بنون كان احرز هدف رائع وخلى احمد الطيب بكلام اي كلام اي خطرافه يقول لك طلع البدر علينا من ثانيه، ايه ده؟ ايه علاقه بدر بنون بطلع البدر علينا؟ ايه التشبيهات دي؟ ايه اللي جاب ده؟ كان للنبي صلى الله عليه وسلم، انما انت تقول بدر بنون، بدر بنون يا راجل اقعد بقى بلا كلام فاضي يا احمد يا طيب بقى، وتقول لي مش كده ولا ايه؟ ومعلق رياضي وتقدم برنامج يا راجل والله. المهم بعد خروج المنتخب المغربي امام المنتخب الجزائري كابتن سيد عبد الحفيظ قال لك بقى معلول مش هيرجع، هنقضيها بقى سفر وطيارات وبتاع، معلول هيقعد هنا زيه زي ايمن اشرف زي لعيب المنتخب بقى، هيعمل له برنامج تدريبي قلنا له عليه هيشتغل لمده يومين، احنا كده كده مسافرين يوم 17 مش كتير يعني،
ها سوم 17 هو يقعد هناك يتدرب، خد اجازه يومين يريح يومين، ها يراوشن شويه يومين، وبعد كده احنا هنسافر له، والبعثه بتاعتنا اللي هتلحق بلعيبه المنتخب وببدر بنون، بدل ما هيبقى في قطر، وسيحصل على اجازه يومين وسيخضع لبرنامج تدريبي حتى وصول الاهلي استعدادا للسوبر الافريقي. الازمه الكبرى بقى والفضيحه الكبرى ان معالي وزير اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه بيصرف فلوس النادي الاهلي على نادي الزمالك. الفتره اللي فاتت النادي الاهلي كان ليه مستحقات كتير لدى وزاره الشباب والرياضه، لكن وزاره الشباب والرياضه لم تدفع رغم مطالبه النادي الاهلي للوزير بالحصول على مستحقات. لا مش فاضي، ما عنديش فلوس، اجيب فلوس. احنا بندعم الانديه الاكثر تضررا، الاكثر فقرا، نحن ندعم حياه كريمه للانديه الاكثر فقرا. فالدكتور اشرف صبحي طنش النادي الاهلي اللي بقاله 6 شهور عمال يبعت خطابات ويبعت جوابات، لكن يدعم ويطلع فلوس لنادي الزمالك. الاسلام الشاطر قال لك واعلن بشكل واضح صريح، قال لك النادي الاهلي له فلوس عند وزاره الشباب والرياضه، فلوس مكافاه دوري ابطال افريقيا، مش بس الاخيره، لا ده التاسعه والعاشره، وكمان السوبر الافريقي وبرونزيه كاس العالم للانديه والاولمبيات وفقا للائحه الوزاره وكمان الانشاءات. الاهلي بعت للوزاره من 6 شهور وحتى الان محدش بيرد عليه، لكن الوزير لا، افتح خزائنك للجان بتاع نادي الزمالك، اقعد مع فرجاني ساسي، تعاقد مش عارف ايه، حل ازمات نادي الزمالك. لكن النادي الاهلي في ازمه تضارب المواعيد، حضرتك مش عايز تتكلم معانا بريد، حضرتك في الاستواب امام مجلس الشعب او البرلمان قلت وقف شيكابالا باطل واحكام مركز التسويه وجبه التوازن، ما كلم احمد هاني ابو ريده وكلم من الاخ احمد مجاهل يا معالي الوزير وعلشان لاعب في نادي الزمالك. لكن النادي الاهلي النادي الكيان عنده مشكله وتضارب مواعيد ما بين امم افريقيا وكاس العالم، حضرتك مالها هنا؟ لا حضرتك هنا ولا مجاهد هنا ولا بريده هنا ولا، بس احنا عايزين فلوسنا بقى مع الوزير ولا هتدفعها لنادي الزمالك؟ استاذ الشاطر بيقول لك قالوا لي ان الوزير ما بيشجعش الاهلي فعشان كده مش هيطلع فلوس بتاعت النادي الاهلي. قلت لهم لا والله ده راجل دوله ومحترم ويمكن ناسي الموضوع، ناسي 6 شهور والخطاب، ما حدش فكره يعني، ده الراجل كل يوم والتاني مقابله رايح جاي، يعني الجزم دابت يا راجل من على المروح نادي الزمالك. يعني برضو من ضمن الاشياء اللي اتكلم عنها اسلام الشاطر كان ده داري ازمه شناوي او اصابه شناوي وحمدي فتحي، قالوا انه امبارح انهم عندهم شد، وهو بيقول انا لاعب كوره يعني، والشد ده بيحتاج راحه اسبوع. النهارده يعني قال لك كده بقدره قادر، طلع انهم تمام وزي الفل وهيشاركوا وجاهزين. فاسلام الشاطر بيسخر يعني، قولوا لنا انت بتستخدمه ايه يعني، الجهاز اللي انتوا بتستخدموه بيعمل استشفاء كده للاعبين عشان يجيبوا في النادي الاهلي. نتمنى مشاركه لاعبينا بكره مع المنتخب لو كانوا جاهزين 100%، غير كده المجازفه لا مشكله. موقع ترانسفير ماركت بيعلن القيمة التسويقية لمحمد صبحي أغلى حارس مرمى في الدوري المصري، بيتساوى تقريبا مع 6 حراس مرمى في الدوري المصري، ثمنه لوحده 3 مليون يورو، وفرق شاسع بينه وبين أقرب حارس لي من القيمة التسويقية وهو محمد أبو جبل. كان محمد أبو جبل طب كام الأول محمد الشناوي؟ محمد الشناوي 3 مليون يورو، طب أبو جبل 1,200,000 يورو، ويقول لك أبو جبل يعني نفس المستوى مع الشناوي. ده الكابتن اسماعيل يوسف امبارح مأكد لي ان محمد صبحي تمنه 3 مليون يورو اللي بيلعب في فاركو معار نادي الزمالك. استون فيلا بيغلق مراكز التدريب بسبب تفشي فيروس كورونا، على ما يبدو هل يتجه الدوري الانجليزي للاغلاق؟ توتنهام برضو كان اغلق مراكز التدريب بسبب تفشي كورونا، النهارده استون فيلا، ربنا يحفظ لاعبنا المصري اللاعب محمود حسن تريزيجيه. ايضا محمد شريف بعد ما طلع اتكلم قبل كده مع في بعض تصريحات التلفزيون، قال لك النادي الاهلي رضانا بعد العروض وبعد مش عارف ايه وعملنا وتعديل للعقود. الاعلام حتى بدل ما يدعم محمد شريف ويقول لك شريف يدعى، لا لا الناس مصدر ازمه النادي الاهلي، محمد شريف بيتكلم النادي الاهلي عايز يزود الراتب السنوي بتاعه بعد ما رفض اداره النادي الاهلي العروض الخاصه بيه للاحتراف. يا محمد الشناوي عايز يلعب يا عم، محمد شريف اسف عايز يلعب في، كلموا عن ازمته مع المنتخب وعدم لعبه في مركزه يا اخواننا، يعني سيبكم من النادي الاهلي الله يبارك لكم وطلعوه من دماغكم شويه، يعني مش كل شويه النادي الاهلي النادي الاهلي النادي الاهلي النادي الاهلي هيتعاقد مع احمد رفعت، النادي الاهلي هيتعاقد مع احمد ياسين، النادي والنادي الاهلي مش هيتعاقد مع حد مع يناير، النادي الاهلي الدنيا زي الفل، احنا عندنا لعيبه زي الفل، احمد رفعت هيجي على حساب مين؟ عبد القادر ولا حسين ولا ميكيسوني ولا طاقم؟ على حساب مين يا اخواننا؟ يعني بلاش
فتي وبلاش هري. في النهاية شكرا على حسن متابعة حضراتكم، ودمتم في أمان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.